قبل ذلك مشاهدينا، وبعد مرور 15 عاما على آخر لقاء جمع بينهما، تتجدد المواجهة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس في مباراة مرتقبة ستشهد عودة كريستيانو رونالدو إلى ملعبه السابق، وذلك في مواجهة بول بوغبا للفريق الذي تألق معه وعاده للساحة العالمية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا زياد منصور. في الوقت الذي بدأ فيه وكان مانشستر يونايتد يسير نحو المجهول، انتفض المارد الأحمر ليرد على مشككيه بنتيجتين إيجابيتين في الدوري وأداء يبدو قريبا مما توقعه جماهير يونايتد من فريقها. التحدي الآن هو إظهار ذلك أمام يوفنتوس الذي يعتبر أحد أقوى المرشحين لتحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم، لكن البداية العصيبة ليونايتد تبدو منطقية بالنسبة للاعبين. ذكرت في بداية الموسم أن أمورا كثيرة تغيرت خلف الكواليس هنا، الأمر سيتطلب وقتا لنصل إلى ما نصبو إليه. المباراتان الأخيرتان أظهرتا كيف يمكن لنا أن نلعب وكيف يمكننا أن نقدم الضغط الهجومي المطلوب. نحن نملك اللاعبين القادرين على إحداث الفارق. لن يخفى على أحد أين سينصب أنظار الجميع حول العالم حين يتابع هذه المباراة، فملعب أولد ترافورد سيكون على موعد مع عودة محبوبهم كريستيانو رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة ساعد يونايتد خلالها على تحقيق 8 ألقاب كبرى. هو مثال إن نظرت لكيفية لاعبه وأدائه وتحضيره للمباريات مهما تفاوتت أهميتها، وثابت المستوى في السنوات العشر الأخيرة. إنه مثال يحتذى به لجميع اللاعبين الصاعدين. أعتقد بأن كريستيانو وصل لمرحلة لم يعد هناك نفع من السؤال أو الجواب حول مستواه. إنه واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، ولا يمكن لأحد أن يقول شيئا مختلفا عن ذلك. الذكريات لن تكون وحدها لجماهير يونايتد، فكريستيانو رونالدو يدين بدوره بالكثير لملعب أولد ترافورد وجماهيره. إنه شعور رائع أن أعود إلى مانشستر. عندما ظهر اسم يونايتد في مجموعتنا تذكرت مباشرة التاريخ الذي تمتعت به معهم. لقد حققت كل الألقاب معهم من دوري الأبطال إلى الدوري الممتاز ومسابقات الكؤوس. أنا أذكر حب الجماهير لي وأذكر الشخص الأهم الذي ساعدني كثيرا، وهو السير أليكس فيرغسون الذي أرسل له تحياتي الحارة. اللقاء سيكون خاصا أيضا لبول بوغبا الذي تفجرت موهبته في يوفنتوس تحت قيادة ماسيميليانو أليغري، لكن الإيطالي يعتقد بأن يونايتد بأكمله سيكون مصدر الخطر وليس بوغبا وحده. يملك يونايتد فريقا مميزا من الناحية المهارية والجسدية والسرعة التي يتمتعون بها. هذا فريق قوي ويملك مدربا ذكيا جدا. هذه ستكون مواجهة صعبة على جميع الأصعدة. 15 عاما مرت على المواجهة الأخيرة بين الطرفين، وسجلهما متساوي تماما بالانتصارات والتعادلات والأهداف. الفوز في هذه المواجهة سيكون له أهمية قصوى لحظوظ مورينيو ورجاله في هذه المسابقة. ملعب أولد ترافورد سيكون مسرحا لمواجهة كلاسيكية أوروبية طال انتظارها. الجماهير المحلية سوف تساند